وحضارية. هذا كتسجلني نحنا كشعب كمواطنين. الحمد لله الإنسان عبر على هذا المستوى، ولكن كنتظروا من الجهة الأخرى السلطات الإقليمية والمحلية يوصلوا الميساج على أكمل وجه ويبدأوا بالإصلاحات الحقيقية. كذلك تم تكليف الباشا بتتبع موضوع الموظفين الأشباح، لأن جات هذه النقطة تاع الموظفين الأشباح خاصة من بعض الإدارات هنا في كيك. الباشا كلفوا السيد العميل باش يتبع هذه النقطة هذه بشخصه بجميع الإدارات والمراكز. كذلك مسؤول الأمن إقليميا تلفزيونال وعدنا باش يتابع المسألة الأمنية والملف الأمني محليا، وذلك وفقا للقانون، وبأنه لن تكون هناك تجاوزات بعد اليوم. طبعا احنا ماشي ضد القانون، احنا مع القانون وأبناء القانون، ولكن تجاوز أو الركوب على كرامة المواطن ما كيقبلها حتى شي واحد. وهذا كله يعني مع احترام خصوصية في جيش. كذلك في واحد النقطة نتاع تبسيط بعض المسائل والمساطر الإدارية وتقريبها المواطن، هذه كذلك كانت فيها وعد بين قوسين بأن ستبسط بعض المساطر، وأن بعض ربما بعض الأوراق اللي كتحتاج تجي لبوعرفة غادي يتعاد النظر فيها إذا كانت إمكانية باش تخدم هنا فيكي. كذلك يعني الدولة في إطار إحداث، هذه جاءت على رأس المسؤول الأول الإقليمي سيد العامل، بأن الدولة في إطار إحداث واحد المخطط ولا واحد البرنامج شمولي كيشمل الشريط الحدودي ومنطقة فيجيج يعني داخلة في هذا البرنامج. كذلك وعدنا بنوع من المرونة في التعامل بين السلطة والمواطن والقانون فوق الكل، وهذا احنا كان احنا كنأكدوا عليه نوع من المرونة، ولكن باش نتفاهموا بأن نوع من المرونة باش نكونوا عاوتاني احنا ناس تاع مسؤولية وناس مسؤولين، ماشي غير يقولوا لنا نوع من المرونة وحنا نبقاو نديروا تجاوزات. احنا كمواطنين كما قال السي ابراهيمي تكون واحد اللجنة تاع اليقظة بين قوسين الشباب باش يحضروا الأحياء ديالهم.